نعيش مع تبويب جديد وكلام جديد للإمام البخاري، ونقف مع فوائد أهل العلم عند هذه الأحاديث التي ذكروها في كتبهم. نقرأ، تفضل. باب أمور الإيمان وقول الله تعالى. نعم، إذن هنا سوف ينطلق من هنا البخاري ويذكر الأمور التي هي من الإيمان، ومرة يذكر الإيمان ومرة يذكر الإسلام. وقلنا الراجح في هذا في دورة مبحث التوحيد فيما يتعلق بمبحث الإيمان والكفر، أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، فهما إذا اجتمعا افترقا. إذا اجتمعا أي في سياق واحد افترقا في المعاني، وإن افترقا اتحدا. فإذا إذا اتحدا افترقا، وإذا افترقا اتحدا، أي ذكر في آية الإيمان فيندرج تحتها الإسلام، أما إن ذكر في آية واحدة فالإيمان غير الإسلام. وقلنا الإيمان من ناحية أهله أخص لأنه درجة أعلى، والإسلام من حيث أهله أكثر. هذه قواعد ومبادئ وأساسات ذكرناها في دورة الإيمان، ولا أريد أن أذكر مرارا وتكرارا بالأشرطة التي هي في المصلى، وهي 19 شريطا فقط في موضوع الإيمان والكفر، لذا لن نقف طويلا ونفصل كثيرا لأننا قد أنهينا دورة منذ فترة قصيرة.